السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحباتي في الله ومتابعي قناة إلكترو إن مصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. يعني الفيديو ديال اليوم أو موضوع اليوم يعني خاص بطريقة إلغاء يعني وضع المتجر في تلفاز سامسونج، مثلا في هذا النوع من التلفاز. يعني عندما يكون على وضع المتجر يعني تظهر خاصية سمارت ولا تذهب، وتوجد أجهزة أخرى يعني تظهر فيها إشهارات، مثلا سيري الخاص بالتلفاز وأشدمي، يعني جميع الخصائص الموجودة في التلفاز. وكل مرة أين توجد؟ مرة توجد في الأفق، مرة في الأسفل، مرة في الجانب. بعض الأجهزة سامسونج يعني كما في هذه الصورة التي سوف أضعها، ولهذا تزعج يعني المشاهد ولا يعرف يعني طريقة إزالة هذه الإشهارات. يعني دائما تأتيني الأسئلة على هذا المشكل، ولهذا أريد أن أضع فيديو سريع على هذا المشكل. يعني نضغط على ميني لكي نقوم بإلغاء هذه الخاصية، نختار هذا الاختيار assistance ثم نضغط OK، نأتي إلى هنا. مود utilization الآن يعني الوضع على مجازين يعني متجر، نضغط OK، نقوم بإلغاء، نضغط مرة OK ونقوم بالخروج. أول إشهار يعني ذهب الآن، هذا كل شيء. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.